نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية أم الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، ومشاركة هيئة تعليم الكبار بإجراء امتحان لمحو الأمية لعدد من الدارسين خلال القافلة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة العلاجية ضمن مبادرة حياة كريمة موجودين النهاردة في قرية أم الرضا الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة لوزارة الصحة واللي بتستهدف فيها الأماكن البعيدة عن المستشفيات المركزية لتقديم خدمة طبية متميزة، إلى جانب كمان الخدمة المقدمة مجانية تماما بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. القافلة العلاجية بيتم الإعداد ليها بفترة مناسبة بحيث إن احنا نقدر نجهز المكان اللي هيقام فيه القافلة ونحدد العيادات اللي هتبقى موجودة والتخصصات اللي هتبقى موجودة بناء على الداتا الموجودة مسبقا من القوافل اللي قبل كده. بنحدد الاحتياجات الصحية للمكان، بنوفر الدواء المطلوب، بنوفر زي ما قلت التخصصات والتحاليل والأشعة اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نقدم خدمة متميزة استفاد منها أكبر عدد من أهل القرية. عندنا كفيلة على مستوى عالي، إشعة وتحليل ورمض وعظام وعلى جميع الأنواع، ويشكر سعادة الرئيس متابع معانا كل شهر بهذا النظام، والناس على مستوى عالي وكفيلة من أحسن الناس، وربنا خليك لنا يا رئيس. الكفيلة حلوة بالصلاة على النبي، يعني بتعمل لنا إنتاج حلو والله، وبتقرب علينا المسافات، وإحنا ناس كبرنا كده وما لناش بنقدر نروح ولا نيجي، وكويس أوي اللي أنتوا بتبعتوا لنا الكفيلة على حدنا، وبيصرفوا لنا عليك حلو. والحمد لله يعني كتر خير الرئيس والله اللي هو بيعمل لنا الحاجات دي. يعني انا جيت النهارده القافله الطبيه ما شاء الله مقابله، يرحبوا بالناس، مقابله كويسه، ناس محترمه، كل حاجه مجانيه. كشفت رمض، الدكتور طمنا على عيني لان انا بيظهر لي ذبابه طائره كده في عيني علشان عامل عمليه مركب عدسه، فالدكتور طمني الحمد لله، اللي دي حاجه عاديه وهتروح لوحدها، وكتب لي على علاج